السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا مشاهدين قناة الصحة والجمال، أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامجكم أنتي الطبيبة. النهاردة هنستكمل إن شاء الله الرحلة اللي بدأناها من الأول مع بعض، وهي وصف الجهاز التشريحي أو الوصف التشريحي للجهاز التناسلي للأنثى. خدنا المهبل وخدنا الرحم وكلمنا عن كلام شيق جدا عن الاثنين. النهاردة هناخد حاجة جديدة مهمة جدا، وهي قناتي فالوب أو بالبلدي كده الأنابيب زي ما بيقولوا. القناتي فالوب يعني قناتين دقيقتين جدا، ليهم وظائف مهمة جدا. هناخدهم النهاردة واحدة واحدة، ونعرف قد ايه القناتين دولت مهمين في كل حاجة. قناة فالوب هي قناة رقيقة بتمتد من الرحم لغاية المبيض. وظيفتها ايه؟ وظيفتها تنقل الحيوان المنوي من الرحم لغاية التقاء البويضة. ما يلتقي البويضة، وأول ما يتكون الجنين بتمشي العكس، بتنقل الجنين اللي تجويف الرحم تاني. شايفين العظمة؟ يعني هي بتقدر سبحان الله بتتحرك في الاتجاهين، بتقدر تنقل الحيوان المنوي في اتجاه، وبعد ما الجنين يتكون بتنقل الجنين في الاتجاه العكسه، سبحان الله. هنتكلم بقى على تطبيقين مهمين جدا لقناتي فالوب، وهو أول تطبيق فيهم قصة الحمل خارج الرحم. قصة حمل خارج الرحم هي قصة مرعبة جدا، ولازم الطبيب يكون حذر ويكون اكتوبيك مايندد، يعني على طول حاطط الموضوع في دماغه علشان يقدر يشخص الحمل خارج الرحم في مرحلة بدري جدا، لأن كل ما هيتشخص بدري جدا أنت هتنقذ المريضة. مش هتنقذها بس من الجراحة، لا، أنت هتنقذ حياتها كمان. يعني ايه الكلام ده؟ احنا المفروض في العادي بيبدأ يظهر كيس الحمل جوه الرحم ما بين تقريبا 5 أسابيع لست أسابيع، يعني برضه على حسابك أو على حساب العيانين حساباتك البسيطة، اللي هو من 10 أيام لأسبوعين بعد ما ميعاد الدورة يعدي. المفروض في الوقت ده أنت بتروحي للطبيب أو الطبيبة بتاعتك تتأكدي إن الحمل بدأ يظهر فعلا جوه تجويف الرحم بصورة كيس بسيط، كيس مش لسه فيه لا جنين ولا نبض ولا أي حاجة، بس مجرد ظهور الكيس جوه الرحم بيعني إن إحنا كده خلاص تخطينا مرحلة الأمان. أنا بقول كده ليه؟ عشان في ناس للأسف بتعدي ده كله. في ناس بتيجي في المستشفيات، ودي ياما اللي شفناها، وكل اللي بيمارس النساء وتوليد في مصر شافها، إن الحالة جاية على باب الاستقبال متأخرة جدا بنزيف داخلي جديد ومش متشخصة أصلا وما تعرفش إن هي حامل أصلا، ويا إما بقى ربنا يحفظها وتتلحق بدمه وتطلع ويكون في طبيب ذكي يقدر يلاحظ الموضوع بدري ويقدر يدخلها العمليات وينقل لها دم وينقذ حياتها، يا إما ربنا يحفظنا جميعا. شفنا حالات كانت داخلة من باب الاستقبال متوفية بسبب النزيف الداخلي. في ناس ما بتروحش اصلا للدكاتره، بتسيب نفسها كده، الدوره غابت ما غابتش، هي سايبه نفسها لمصيرها، يطلع بقى داخل الرحم خارج الرحم، هي الدوره لا تعنيها اي شيء، هي ماشيه كده في ملكوت ربنا هائمه على وجهها. لا، انت كمريضه خدي بالك من القصه دي. الاطباء الحمد لله يعني هنقول 99% بقوا اكتوبيك مايندد، مفيش دلوقتي طبيب مش عارف القصة دي أو مش ملاحظها. أنا جي عليا عديت جبت 6 أسابيع أو عديت 2 أسابيع بعد فوتان الدورة، وعارف إن اللي قدامي دي حامل وعاملة التيست طالع بوزيتيف ولسه ما ظهرش حاجة قدامي في تجويف الرحم، ببدأ أشك إن ده ممكن يكون حمل خارج الرحم. بعمل إيه؟ لا، لازم بقى ساعتها أخضعها لفحوصات معينة. إيه الفحوصات دي؟ هي اختبار او تحليل الحمل الرقمي او التراكمي اللي بيبين كميه هرمون الحمل في الدم قد ايه، وده بيتعاد كل يومين تقريبا عشان اشوف
وسونار المهبلي المتكرر عشان ألاحظ فيه أي حاجة في تجويف البطن والحوض ولا لا، يعني في نزيف داخلي في أكياس جنب المبيض حوالين المبيض في المبيض نفسه، لأن إحنا شفنا برضه في حمل خارج الرحم مش في الأنابيب، ده بيبقى في المبيض. ودي بتحصل، هو الأنابيب أشهر حاجة، بس فيه لا في ساعات بيحصل طبعا جنب المبيض، وفيه بيحصل في تجويف الحوض نفسه يعني في المبيض ولا في الأنابيب. طيب إيه خطورة الحمل خارج الرحم؟ ببساطة كده لو عرضنا الصورة وبدأنا نتكلم، أو من الصور اللي إحنا عرضناها قبل كده في تخيلكم، إن إحنا الحاجة اللي كل ما هو داخل الرحم لو مثلا ما كملش، يعني هذه الصورة أهي، لو اللي داخل الرحم ده زي أي كيس عادي، لو الحمل ما كملش مثلا ونزل بكتير أوي، هينزل فين؟ هينزل على المهبل ومنه لتحت، فالست هتيجي أو المريضة هتيجي بنزيف. هنشوف بعد كده الحمل مستقر مش مستقر، مع إن هي قصة بيجبرها قوي إن هو نزيف خارجي بنقدر ناخد بالنا منه، بنقدر نخش نعمل عمليات الشفط أو التنظيف ونخلص من القصة دي. المشكلة بقى في إيه؟ أنت لو خدت بالك كده، بص على الأنابيب كويس، الأنابيب اللي واخدة هي من الرحم لغاية المبيضين، إن الأنابيب دي موجودة في تجويف البطن من جوه. طيب الحمل اللي فيها ده يوم ما يكتملش مثلا، أو الكيس بتاع الحمل خارج الرحم ده يفرقع أو ينفجر، هينزل فين؟ مش هينزل تحت، ده ينزل في تجويف البطن. عارفة ده يعني إيه؟ إن في حاجة بتنزف كده في تجويف البطن، ده اسمه نزيف داخلي. نزيف داخلي ده حاجة بشعة جدا. إحنا بنقول في ناس بتيجي حياتها خلاص معرضة خطر، وفي ناس حياتها ضاعت للأسف في مراحل متأخرة بسبب القصة دي، النزيف الداخلي اللي بيحصل، لأن الأنبوبة دي كمان الموارد الدموية ليها كبيرة جدا، يعني وصلها من ناحيتين، وصلها من ناحية شريان الرحم، وصلها من ناحية الشريان الرحم المبيض، فأي نقطة فيها بتنزف نزيف عنيف جدا في وقت قليل، ممكن تكون حياة الإنسانة أو السيدة أو المريضة دي ضاعت. يبقى خلينا نركز في القصة دي، أنت عليكي مسؤولية؟ أه عليكي مسؤولية، لو طلعتي دورة غيبت لا لازم تشوفي في حمل ولا لا، لازم من أول أسبوع أو أسبوعين ما تستنيش. لو عارفة إن أنت حامل ما رحتيش للطبيب في أول شهر أو أول أسبوعين دولت، أنت عليك خطأ فادح، عليك خطأ كبير جدا، أنت كده ممكن تعدي لحياتك في الخطر. القصة التانية الأطباء لازم نبقى على طول اكتوبيك مايندد، ما تشوفش ان في مثلا او ان مفيش حاجه ظهرت جوه الرحم وانا 6 اسابيع او 7 اسابيع ولسه انا يعني بتعامل مع العيانه كده برخاء واقول لها لا عادي احنا نصبر شويه ما يبان. لا لازم تاخد اجراءاتك بدري بدري. انت لو شكيت في 100 واحده، لو شكيت في 100 واحده ان هم عندهم حمل خارج الرحم، وطلع 99 منهم ما عندهمش، وطلع واحدة بس عندها، انت كده كسبت مكسب كبير جدا، انت انقذت هذه الانسان. مش مشكلة 99 عملوا تحاليل وراحوا وجم يومين ورا بعض او 3 ايام او 4 ايام حتى ورا بعض، دي مش قضية خالص، يعني هي تعبنا في ايه؟ سحبنا شوية تحاليل وطمنا على نفسنا، شفنا يومين صعبين في قصة الشك دي، بس في الاخر ان انا اجيب بني ادمه واحده او انسانه واحده انقذ حياتها، فكانما احيا الناس جميعا. انا كده ان انا انقذ حياه انسانه دي حاجه كبيره جدا في الطب وغير الطب، عند ربنا حياه بني ادم دي يعني حاجه غاليه جدا. قصه بقى علاجات حمل خارج الرحم دي قصه كبيره، وانا بقول برضو ان احنا يعني نكتشف الموضوع بدري. ليه؟ لان الموضوع بيختلف من هو لو اكتشف بدري ولسه هرمون الحمل الرقمي عند رقم معين، بنقدر ساعتها ندي علاجات دوائيه والموضوع بينتهي بامان. والحمد لله كان لسه عندي المريضه من اسبوعين واكتشفناها يعني الحمد لله مبكرا جدا، وعدت على العلاج الدوائي الحمد لله كويس جدا جدا جدا. لو اتاخرنا شويه والكيس الحمل ده كبر ووصلنا الرقم في التحليل الهرموني معين، احنا كده دخلنا في قصة الجراحة. وقصة الجراحة حاجة من اتنين،
يعني في حالة من اتنين، لو المريضة الحمد لله الدنيا مستقرة معاها لسه، والحمد لله الكيس ده ما فرقعش او ما عملش نزيف داخلي، احنا برضه كده لسه بنتكلم في الامان. احنا ممكن نشيل هذا الكيس عن طريق منظار البطن. انما في الحالات اللي بنقول عليها المتأخرة، اللي بدأ يحصل نزيف داخلي وبدأت حياتها تتعرض للخطورة، ساعتها لازم على طول عمليات استكشاف البطن. البطن بتتفتح عشان نقدر ننقذ حياتها، وساعتها برضه هنبقى كسبنا مكسب كبير، بالرغم ان احنا يعني مكتشفينه متأخر شوية بالنسبة للحالتين اللي انا قلتهم. لكن افضل حاجة ان هو يكتشف بدري، في اول اسبوعين ليه بنقدر ندي علاجات دوائية والموضوع بينتهي تماما بدون مشكلة. قصة الحمل خارج الرحم، خدي بالك بعد كده بيبقى في وسائل منع حمل ما تنفعش معاكي. اللي حصل لها حمل خارج الرحم، احنا بنشك اكتر في حركة الانبوبة. حركة الانبوبة ما بقتش شغالة كويس زي الاول. الانبوبة المفروض الجنين يتكون فيها، بتقدر تحرك الجنين لناحية تجويف الرحم. طيب في وسائل منع حمل بتعوق هذا؟ ايوه، اللولب وحبوب الرضاعة ممنوعين يتاخدوا في هذه المريضة بعد كده، ممنوعين تماما، لان هو ممكن يسبب نفس المشكلة تاني. لاني برضو هي نفس الفكرة، انا لو حصل مرة حمل خارج الرحم انا بقيت معرضة ان هو يحصل ده تاني، ولازم اخد بالي بدري بعد كده، لازم اخد بالي من القصة دي عشان حياتي ما تتعرضش للخطر. هي دي قصة حمل خارج الرحم. ما تنسيش في وسيلتين مش هينفعوكي، حبوب الرضاعة او حبوب ذات الهرمون الواحد اللي فيها بروجسترون، واللولب بجميع انواعه ممنوعين في هذه الحالات. نتكلم في القصة التانية للانابيب والتطبيق التاني للانابيب، وهو تأخر الحمل الثانوي. للأسف بقى في مجتمعاتنا ده بيجي لنا ناس كتير. انت والدة كم مرة؟ والدة قيصريتين من كام سنة؟ من سنتين. بس انا سايبة الوسيلة بقالي سنة وما حصلش حمل لغاية دلوقتي. طيب زوجك عمل تحليل؟ لا. طيب احنا المفروض برضو في تأخر الحمل الثانوي اللي هو يعني خلفت قبل كده بس متأخرة، المفروض برضه بنبدأ بالزوج. أي تأخر حمل أولي ثانوي بنبدأ بالزوج. طيب هو ما عملش ليه؟ طب ما هو ما خلف قبل كده يا دكتور. طب ما هو جاب العيال دي من حد تاني، يعني هم كان جايبهم لك من السوبر ماركت ومش جايبهم منك؟ تقول لي اه. قلت لها طيب ما فيش حد محصن، مش انت اللي جايبه العيلين؟ تمام. وانت دلوقتي انتوا الاتنين متأخرين، اسمها بقى انتوا الاتنين متأخرين، ما اسمهاش انت متأخرة. مش هو عشان خلف فهو خلاص كده واخد شهادة الضمان مدى الحياة، وانت اللي بقى اللي جسمك بيتغير وبيحصل لك مشاكل. دي قصه. القصه الثانيه، بلاقي بعض الاطباء الافاضل مديين في حاله زي دي اللي هي عامله جراحه في الحوض ايا كان نوعها، ان كانت قيصريه او زايده او اي جراحه في منطقه البطن والحوض، وبداوا يدوا لها تنشيط تبويض على طول. ودي في حد ذاتها مصيبه، ان انا ادي تنشيط كده لمريضة عاملة جراحة سابقة للحوض من غير حاجة مهمة جدا اسمها الأشعة بالسبب. تاني، انت لو اتأخرتي في الحمل بعد قيصرية، خدي بالك في حاجتين لازم يتعملوا الأول قبل أي حاجة، قبل ما تاخدي قرص تنشيط واحد. مش هقول حقن بقى، لأن في ناس بتدي حقن يعني الله أكبر، وتقعد شهور شهور كل شهر حقن 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 تنشيط. طب هو ما بتحملش، ما فكرتش هو ما بتحملش ليه؟ حاجتين اساسيين هيتعملوا، تحليل الزوج لازم نبتدي بيه، والاشعه بالصبغه هنبتدي بيها المره دي اللي هو تاخر الحمل الثانوي، ولو حصل قبل كده جراحات في الحوض زي القيصريه او لازم نبتدي بالحاجتين دول. لان انا الانابيب دي او قناتي فالوب الاختبار الوحيد ليهم او الاختبار الاصدق ليهم هو الاشعه بالصبغه، ان الصبغه نشوف هي قادرة تمر جوه الأنابيب ولا مش قادرة، قدرت تخترقهم ولا في التصاقات. في ناس فعلا بعد القيصريات أو بعد جراحات الحوض لا حصل التصاقات، الأنابيب دي اتسدت تماما فمش معدية السبب. فازاي أنا كطبيب ما أفكرش في القصة دي؟ يعني ازاي أشوف في ناس كتير، والموضوع ده متكرر جدا ومستفز جدا، أشوف طبيب أو طبيبة يعني ما شاء الله بقالهم أكتر من 6 7 شهور، كل سايكل كل دورة أنا ببدأ بتنشيط
وعارف ان الست دي اخر مره والده قيصريه، بغض النظر القيصريه كان فيها مشاكل او في مكان ما، ده مش قصتنا، بس انا ما شدش انتباهي. يعني انت قاعد تضلها طنشيت، والغريب انت التابويض قدامك كويس يعني، وهذه السيده يعني عليها جميع علامات التابويض وبتابع التابويض وبتدي التنشيط وبتلاقي الدنيا ماشيه كويس معاك في التابويض، ما شكتش يعني. يعني انت عارف لو سباك مثلا، لو سباك وجه يفتح الحنفيه الموتور شغال تحت وفتح الحنفيه ما لقاش ميه، بيبدا يشك يقول لك ممكن تكون في حاجه في المواسير او الحنفيه دي قلبها مسدود من جوه، مسدود شايف. يعني مع حفظ الالقاب يعني واحترامنا لجميع الوظائف، اللي هو منطقي منطقي، انا في سكه الحيوان انا وبيمشي فيها، ما فكرش بقى ان السكه دي مسدوده عليا، يعني ما فكرش في كده خالص. لا انا ما فكرش، ادي بقى ارزع تنشيط كل شهر تنشيط، ما بيجيبش نتيجه بس احنا هندي برضه ندي، ما فكرش خالص الانابيب او قناطي فالوب اللي هم حاجه رقيقه جدا ممكن تكون مسدوده او فيها التصاقات، وفي بعض الاحيان بتبقى التصاقات حاجات خفيفه جدا او موجود في داخل تجويف القناه بعض الافرازات المخاطيه عامله يعني شبه سدد. فالاشعه بالسبب ماشي. ناخد اتصال. منى منيا، اتفضلي يا منى. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا عملت منظار من مده 15 يوم ومنظار رحم، وجاني الم شديد في البطن والم في السره، ده من اثار المنظار ولا ايه؟ تمام، هرد عليك. تمام، غالبا ده طبعا اثار النظام. انت هو نظام الرحم ده هيتعمل ازاي؟ يعني عمق الرحم بنوسعه حاجه بسيطه جدا عشان يقدر يخش المنظار. ثانيا المنظار بيخش بسوائل، او المنظار بيشوف ازاي؟ المنظار بيقدر منظار الرحم بالذات بيخش باندفاع الميه عشان يقدر يصور جوه تجويف الرحم، فجزء من السوائل او المحاليل دي بينزل الحوض، فطبعا يعني لمده اسبوع بكتير قوي اسبوعين بيبدا يحصل تقل في الحوض او الم بسيط، تتغلب عليهم بالمسكنات بدون اي مشاكل، يعني مش هيبقى فيه اي مشكله خالص بعد كده من القصه دي ان شاء الله. نكمل القصه بتاعتنا دي، قصه التاخر الحمل السنوي وموضوع الاشعه بالصوره. الاشعه بالصوره زي ما بيقول مفيده في الحالات دي، مفيده جدا يعني في احيان كتير، ودي حصل لكتير جدا، يعني العينة متأخرة في الحمل وخلاص الحمد لله يعني أقنعناها إن هي تعمل أشعة بالصبغة، فراحت عملتها سبحان الله، تلاقيها على طول تاني شهر بقى بدون منشطات هي حامل. ليه القصة دي؟ عشان أنا بقوله في ساعات بيبقى فيه فظاظ مخاطية بسيطة سد الأنبوبة أو قناة فالوب من جوه، إحنا لما عملنا أشعة بالصبغة الصبغة قدرت باندفاعها تسلك الأنابيب، فتاني شهر على طول السيدة حملت، ودي بتحصل كتير جدا. عايز برضو أخلصك من معتقد إن السيدات المصريات زي ما قلنا عاملين في ودن بعض دكاترة، هم دكاترة كلهم دكاترة على بعض، فتلاقي الدكتور طالب منها أشعة بالصبغة تلاقي المجتمع كله بيخوفها منها، ده كمية وجع رهيبة أنت مش هتشوفي في الوجع ده تاني، ده وخش بقى على المنتديات هتلاقيهم كلهم كده، أنا عملتها وكنت بموت بعدها، عملتها ومش عارف حصل لي إيه. يا جماعة ده إجراء بسيط جدا، يعني انتوا معتقدين يعني ان هو ده لدرجه ان في مريضه تقول لا انا عندي اعمل لي منظار، ندخل بالمنظار على طول ما تعمليش اشعه بالصبغه، يعني هخش العمليات ويخش منظار بطنها من جوه، وده بدل ما تعمل اشعه بالصبغه يعني من كتر اللي بتسمعه من تهويل المرضى ليها. يعني للاسف احنا بقينا مجتمع كده زي ما بنقول بنسمع لبعض اكتر ما بنسمع للطبيب. الموضوع بسيط خالص، هو مسكنات والموضوع بينتهي، وناس كتير بتعملها ومفيش التهويل اللي انتوا بتقولوه ده. ثانيا بقى في عادي ان انتوا تعملوا اشعه بالصبغه دي تحت تاثير المخدر الكلي وتنام ومش هتحسي حاجه، ما تصعبيش الموضوع على نفسك. بس لو انت في جراحه للحوض سابقه زي قيصريه زي ده ما شابه وحصل تاخر في الحمل، لو سمحتم ما تاخدوش قرص تنشيط واحد بدون تحليل للزوج، وانتي هتبدأي بالأشعة بالصبغة قبل أي حاجة عشان نختبر قناتي فالوب مفتوحين ولا لأ، أو محافظين على وظائفهم ولا لأ.
هي دي التطبيقين بتوع النهارده اللي انا كنت عايز القي الضوء عليهم. اول حاجه قصه الحمل خارج الرحم وخطورته عامله ازاي وعلاجاته. تاني حاجه قصه تاخر الحمل الثانوي. هنطلع فاصل وان شاء الله فقره شيقه وجريئه جدا مع ضيفتنا النهارده، هنتكلم بطلاقه وهنعرفكم قد ايه مشكله بتبان ان هي مش ظاهره، عشان احنا في مجتمع للاسف يعني بيحرم اللي مش حرام وبيستعيب اللي مش عيب. بعد الفاصل موضوع شيق جدا عن آلام العلاقة الزوجية أو عسر الجماع. نلقاكم بعد الفاصل إن شاء الله. رجعنا لكم تاني. اللي يقول لك الست ضعيفة، مش بس هو اللي ضعيف في فكره ودينه وعقيدته، لأ ده كمان إنسان مشوه من جوه، مشوه في كل شيء. اللي يقول لك الست ضعيفة، أقول له يعني اللي حملت فيك 9 شهور ضعيفة، اللي قلبها مكانه ووظايفه اتغيرت بسببك ضعيفة، اللي اديتك دمها وعظمها وصحتها ضعيفة، أنت للأسف أنت اللي ضعيف. ضعيف في تعليمك وضعيف في كل حاجة فيك. المرأة استطاعت أن تحل محل الرجل في كل شيء، ولكن هو لم ولن يستطع أن يحل محلها في أي شيء. المرأة هي الأكثر رقياً والأكثر تطوراً من الناحية الجسدية والعقلية في سائر المخلوقات. ضيفتي النهاردة من السيدات اللاتي أثبتن أن المرأة تستطيع أن تنجح في كل شيء في آن واحد، بعكس الرجل ينجح في حاجة واحدة بس. ضيفتي النهاردة مش بس طبيبة نساء وتوليد شاطرة، لأ دي كمان إدارية على أعلى مستوى. قدرت في خلال سنة واحدة إن هي تبني كيان وصرح طبي قوي جدا ومميز جدا، وهو مستشفى حواء فيوتشر. مستشفى حواء فيوتشر اتعملت في وسط 6 مستشفيات، ومع ذلك خلال سنة واحدة قدرت إنها تكون منافس قوي وشرس جدا ليهم، وفي كثير من الأحيان بتكسب هذه المنافسة. وده كله مش صدفة، عمر ما النجاح بيكون صدفة أبدا. النجاح ليه عوامل كتير، أهمها هي المعاملة الحسنة من مديرة المستشفى اللي الجميع بيلقاها، إن كان مريض أو مريضة أو الأطباء الزائرين. ضيفت النهاردة الدكتورة أميمة عبد القادر، استشاري النساء والتوليد والعقم ورئيس مجلس إدارة مستشفى حواء فيوتشر. نورتينا، أهلا بيك. ميرسي على التقديمة الجميلة دي. ميرسي يا دكتور أمير. دلوقتي احنا طبعا هنتكلم النهاردة في موضوع شائك جدا، وهو موضوع عسر الجماع أو آلام الجماع أو الألم اللي بيطلع أو بيظهر مع العلاقة الزوجية. احنا في مجتمع غريب جدا، بشوف سيدات كتير كل جاي لك عايز يحوم ويلف ويدور حوالين المشكلة، ولو طبيب مش مخضرم بيعدي المشكلة كده عادي. كل بقى جاي عايز يشتكي من الألم، مع الألم اللي بيحصل مع العلاقة، بس مش قادرة تتكلم، إن كان جوزها معاها أو مامتها أو حماتها، نفسها تقول بس مش قادرة، فاكرة إن هو كده عيب، فاكرة إن هو إن هي أدام اشتكت من حاجة زي كده دي مشكلة، أو هيقولوا عليها إن هي مشكلة. بشوف ناس كتير برضه هي مش قادرة تستمتع في العلاقة، ومع ذلك يعني متجوزة بقى لها 20 سنة وتقول لك أنا عمري أصلا ما حسيت اللي أنتوا بتقولوا عليه ده، ومع ذلك برضه يعني فاكرة إن هي لما تكلمه في حاجة زي كده عيب. لكن هو لما يجي يتكلم عادي، يعني هو إن هو لو مش مستمتع أو حس بمشكلة أو مثلا حس إن هي عندها شوية إفرازات مهبلية غريبة جدا، بيتكلم جدا وما يكسفش ويكلمها ويروح يكلم الدكاتره كلها ويشتكي الام لا اله الا الله. انا عايز اعرف حجم المشكله دي قد ايه، واحنا متاخرين في القصه دي ليه؟ هل دور توعيه ولا هو المجتمع نفسه هو اللي كده؟ هو في عده اسباب للموضوع ده، بس لو هنتكلم عن حجم المشكله في الاول، هو حجم المشكله كبير بيجي لنا في العياده وبيمثل جزء يعني محترم في نسبه العيانين اللي بيجوا لنا. غالبا معظم العيانين بتبقى الى حد ما اذا ما كانتش مكسوفه انها تقول الشكوى صريحه
بتبقى في معظم العيانين ما بيبقاش عارفه تكشف ايه، يعني في جزء مثلا بيبقى محتار يكشف جلديه متناسليه او يروح عند دكتوره نساء، بتبقى جايه بشكوى غير واضحه وغير صريحه، يعني معظمهم بيبقوا جايين تشتكي من الم في الحوض، حرقان في البول، وجع وتقل مستمر. لكن مع تكرار الاسئله وزي ما انت قلت لو الدكتور مش مخضرم هتعرف ان هي دي الشكوى الرئيسيه وبتحوم حواليها بعض لا لان الشكاوى. هي مكسوفه ومستنياك انت، انت اللي تاخد الخطوه دي ناحيتها. بسبب برضو ان ممكن العادات والتقاليد بتاعتنا ان هو غير مسموح ان انت تتكلمي فرانك في القصه دي، الى حد ما ان الجزء ده لو اتظبط مش هيبقى فيه شكاوي تانية. فبرضو مع تكرار الاسئله ونعرف ايه، يعني احنا بنعرف الاسباب من طريق شكوه العيانه فبنقدر نوصل للنتيجه. فالكشف بدري بنقدر نعرف السبب بدري، فبالتالي نقدر نعالج الموضوع. لان زي ما انت قلت في ناس بتبقى عايشه طول عمرها بالم وفاكره ان هو ده الطبيعي، فلا احنا لو عرفنا الشكوى وحللناها هنقدر نعرف نعالجها، فنعالجها بدري فبالتالي ما يبقاش في اي الم تمام. باذن الله تمام. ان شاء الله. عايزين نعرف الاسباب عموما كده بتاعت الموضوع ده ايه. ماشي اوكي. احنا دلوقتي في برنامج انت الطبيبه، فالمطلوب دلوقتي ان اي حد بيتفرج علينا عن طريق الاعراض اللي احنا هنقولها يعرف الف ب ده غالبا هيكون او ده غالبا نتيجه ايه. يعني مبدئيا احنا كده في اما بتدخل حد بيبقى جاي بيشتكي من الموضوع ده، في نوعين من السيدات انا ببقى متوقعه ان الموضوع ده بيبقى يكون سببه ايه. يعني لو لسه عروسه في بدايه الزواج بيبقى متوقع ان بيبقى في جروح سطحيه بسبب اول علاقه، او لو ست سنها سوري كبير بعد انقطاع سن اليأس بيبقى بسبب جفاف في المقبل. لكن لو هنيجي بقى نتكلم على الأسباب يعني بترتيبهم عشان نقدر نعرف زي ما قلنا كل واحدة تبقى عارفة من طرق عن طريق الشكوى ايه الأسباب وبالتالي نقدر نعالجها. في طبعا حاجات في الأول اللي هي العيوب الخلقية دي مش بنشوفها كتير، يعني يا إما يكون في عدم وجود فتحة في الغشاء البكورة اللي هو امبورفيريتد هايمن، يعني أنا خلال 20 سنة شغل ما شفتش غير هما حالتين اتنين، أو يكون أساسا الجهاز التناسلي مش متكون. دي نمرة واحد بس دي مش بنشوفها كتير. نمرة اتنين واللي بنشوفها للأسف أكتر في مجتمعنا جرح في الجهاز التناسلي للمرأة نتيجة يا إما عملية الختان وخصوصا اللي هي السودانيز سيركمسيجن، بيبقى في يعني جينيتال ميوتيشن لجميع الأعضاء التناسلية، أو جرح أو تهكتكات في العجان بعد الولادة الطبيعية. عشان كده اما بتيجي حتى واحده ست تسالني تقول لي ولاده طبيعي ولا ولاده قيصريه يا دكتوره، بقول لها ايزي فاجينال دليفري او سيزاريان سكشن، يعني اما ولاده طبيعيه بدون سهله مشاكل خالص ما فيهاش مشاكل ما فيهاش اي مشاكل، او نولد قيصري بهدوء. يعني انا مش هاخد ستار، اما ولد طبيعي يبقى فيه تهتكات وفي جرح يعني هيسيب لي علامه طول العمر، علامه جسديه ونفسيه، علامه جسديه ونفسيه طول العمر، هتبقى سوري مع كل بول مع كل حمام ستول بيبقى فيه الم من تحت. فدي من ضمن برضو الاسباب اللي بتعمل الم مستمر في الحوض وفي العلاقه وفي حياتها. تمام. دي نمره اتنين. نمره تلاته السبب الشائع الالتهابات. التهابات المهبليه بقى حدث ولا حرج، عندنا في التهاب فيروسي، التهاب بكتيري، او التهاب فطريات، او ساعات بيبقى فيه قرح موجوده في الجهاز التناسلي. الحاجه الشهيره في الموضوع ده ان بيبقى فيه افرازات، وهنا مثلا لازم برضو الستات تبقى عارفه الفرق بين الافرازات الطبيعيه والافرازات المرضيه. انا في ستات كتير دي تقول لي انا عندي افرازات، وعن طريق الكلام والاسئله اقول لها لا دي طبيعي انها تبقى موجوده. بالزبط. يعني الافرازات اللي هي الشفافه اللي عامله سوري زي زلال البيض او ملهاش ريحه ملهاش لون او ريحه عموما، فبيقول لهم ده افرازات طبيعيه بتبقى موجوده اثناء فتره التبويض. في معظم الحوامل بتبقى عندهم ليكوريا بتبقى الموضوع ده زايد عندهم، فانا بقول لها ده طبيعي ده مش التهاب. لكن الالتهابات اللي احنا بنقول عليها او اللي احنا بنخاف منها دي بيبقى معاها سوري ريحه نفاذه، او سوري بنقول ريحه زي السمك كده زفره، يعني مش عايزه اقول كده، في ريحه زفره. بيبقى الى حد ما في تكتلات زي الجبنه او اللبن المقطع، بيبقى في حرقان مستمر سواء في علاقه او ما فيش، بيبقى في التهابات في البول برضو. بعد كده اللي هو جفاف المهبل،
ده بيبقى بسبب مثلا نقص هرمون الاستروجين، اي سبب بقى بيسببه هو كبر السن عموما يعني. عموما ده السبب العمومي بعد انقطاع الدورة أو سن الدورة اليأس أو سن الشهرية. اليأس. في اسباب تانية بتسبب الم داخلي او اللي دي هي غالبا الديب. بقى كده احنا قلنا السوبرفيشال او الالم عند الدخول، بداية الدخول. الدخول، في حاجة بس اسمها الديب ديسبارونيا. الديب ديسبارونيا اللي هي في الاخر او في بعد انا الادخال. حاسة بالالم في بطني من تحت مع العلاقة، بس هو دخلنا كويس بس حاسة بطني من في تحت الاخر بتتقطع مع العلاقة. اكتر سبب، هو في اسباب كتير بس اكتر سبب شائع في الموضوع ده اللي هو اليوتي اي او التهاب الجهاز البولي. ده غالبا الست هتلاقي عندها على طول حرقان في البول، فريكوانسي ليها كل شويه عايزه تخش تدخل الحمام دي التويلت، بحاجة بسيطة وبعد وتحس انها على الاخر ومزنوقه وتخش، سوري، بيبقى حبه بول الله صغننين ينور خالص. فدي يعني المثانة غالبا تبقى غالبا ملتهبة. بنبتدي بالاول بمزرعه وبعلاج للبول وتلاقي كل حاجه بعد كده اتحسنت اتحسنت. تمام ده اكتر سبب في اللي هي الاسباب الديب. الداخلية. بعد ذلك بقى البي اي دي، البي التهابات اي دي التهابات الحوض. التهابات الحوض المزمنه، هما 5 دي احنا بنقول عليهم كده. بيبقى فيه التهاب في البول، ديسيوريا، التهاب في على طول، التهاب في الدورة، ديسكيزيا، ألم الدورة ديسكيزيا، مثلا وألم بسم حتى الله في غالبا التبرز، في ألم في الجماع، في ألم على طول مستمر. ده طبعا بنعمل مزرعة وبنعمل مساحات وعن طريق الأشعة والتاريخ المرضي بنقدر نحددها. في أسباب بعد كده برضو زي بطانة الرحم المهاجرة، سبب مهم جدا يعني من مش اي حد دي ساعات يشخصها، لازم يكون طبيب ذكي جدا ان هو يشك في موضوع زي ده. يعني احنا بمناسبة بنتكلم على حلقة اكتوبك النهاردة، يعني دكتور ماست بي اكتوبك مايندد، لان دي مش من الحاجات اللي بتيجي في الفيرست كتير. فيرست تشويس في مايند. وبرضو اندوميتريوزس مايندد، لان مش ده برضو بيجي عند يعني في ذهن الاطباء بسهولة. دي بتبقى عيانه للاسف عايشه على طول في الم. عيانه بطانه الرحم المهاجره بتبقى غالبا انفرتايل، ما بيبقاش حصل انجاب بسبب بطانه الرحم. بتبقى بتاثر على الانابيب، بتاثر على المبايض، بتعمل اكياس دمويه اللي هي بنقول بالظبط عليها شوكولات سيست. الشوكولاته دي فدي من اسباب الديب ديسبارونيا بسبب اللي هي نقط البطانه الرحم المهاجره. الطبيب الذكي اللي بيقدر يربط الاحداث دي كلها مع بعض، ما خدش كل شكوى لوحدها. لا العيال لا، ما احنا كرومبو بقى لازم يخبط، لازم يعني ده مع ده مع بالظبط ده لازم عشان تربط يقدر يوصل الاحداث فعلا عشان بالتشخيص الصحيح. برضو عندنا برضو حاجة برضو تمثل نسبة 30 ل 33% من السيدات اللي هي الفايبرويد، الأورام الليفية موجودة عند معظم السيدات. لو حجمه كبير، لو حجم الورم الليفي كبير أو المكان بتاعه بيعمل اللي هي بريشر أو اللي هو ضغط ضاغط 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 على المثانة أو على الريكتم ورا، ده بيعمل بين. ده بيبقى غالبا العيانة بيبان بالسونار مبدئيا، بيبان جدا سلاما بيبقى عيانه عندها هيفي سايكل، هيفي بلينج. هي بتبقى عارفه بوابه ان جايه عندها عنيفه، بوابه جايه نزيف وهي كبير بتبقى ايام عارفه، كتير، هي بتبقى عارفه اوريدي ان هي عندها ايه وعندها ورم الم مزمن في الحوض مع كل حاجه بقى. يعني هي بالظبط حتى وهي واقفه وهي ماشيه في الم في الحوض بيزيد بالظبط، اكتر مع بوسيله العلاقه من غير الزوجيه. وسيله، بعلاقه من غير علاقه، وبتقول ده الورم اللي فيه. ده بيبقى بيتشخص بسهوله بالسونار وبيبقى على علاجه الى غالبا جراحه. طبعا برضو البرولابس مع تكرار الولادات الطبيعية، عيانة والدة 4 5 6 مرات، صوت البرولابس اللي هو السقوط في بيت الولد بمعنى أصح. بتبقى العيانة اوريدي عارفة ان في عندها في وسع من حاجة تحت، صح. انها سوري من في الستات مش بتعرف تعمل حمام بسهولة، لازم يضغطوا في لازم الحتة دي تضغط يا اما عشان قدام او ورا عشان تقدر الباز تعمل ينزل حمام بول بسهولة او تقدر تعمل حمام براز الباز. بسهولة. دي برضو من اخر الاسباب اللي بتسبب الموضوع ده. بعض الادويه، مضادات الاكتئاب، مضادات للاكتئاب بتسبب حد كبير جفاف في المهبل، وبالتالي بتقلل الرغبه، وبالتالي بتعمل الم اثناء الجماع. برضو مضادات الهستامين، تمام ادويه، بعض ادويه ضغط الدم. ناخد بالنا يا جماعه من القصه دي، يعني كلام الدكتور امام ما تقوله مهم جدا في قصه الادويه. قصه الادويه مهمه جدا في كل حاجه حتى في مرضى الحساسيه. يعني مش برضه اي طبيب يشخص دراج هيستوري، يجيب التشخيص من العلاجات اللي المريض بياخدها. ممكن المريض ما يقولكش خالص على قصه العلاج ويدوخك ويدوخ دكاتره كتير ويطلع مشكلته
سبب علاج يكون يعني بيعالج. احنا في اول زياره لكل عيانه بقعد اقول لها انت بتشتكي من اي حاجه، بتاخدي ادويه لحاجه عندها، بحس انها بتبص لي باستغراب، انت بتسالي الاسئله دي ليه؟ ستي انا ما احنا انا مش مباحث، انا عايزه اعرف كل حاجه عندك عشان اقدر ان انا ايه اوصل لتشخيص صح، فبالتالي افيدك، تحسي ان انت استفدتي وان ما يبقاش في اي مشاكل بعد كده بالظبط. باذن الله. في عوامل نفسيه لقصه الالم العلاقه او الم الجماع؟ ده عامل اساسي، ده عامل اساسي، العامل النفسي خصوصا لو كان ده مرتبط بسايكيك تروما، او بمعنى ايه ازمه نفسيه، يعني لو حصل موضوع الختان ده وكان في مثلا الم، كان في وجع، فده مرتبط ان المكان ده دايما في وجع، فاي اقتراب ليه هيسبب وجع، فده بيعمل زي صدمه بس نفسيه. للأسف في سيدات تيجي تقول أنا الموضوع بقيت أعمله تحصيل حاصل، يعني أنا بقيت هوم وورك. زي الواجب المنزلي كده، يعني هي بتستعد كده إن هي داخلة في ساعة ما أزمة نفسية وهتعدي، بنعمله كده عشان هو واجب ولازم يتعمل. مش بس هو مفيش إحساس في القصة دي، لأ ده أنا بستحمل وجع وخلاص عشان اللحظة تعدي وخلاص للأسف. يعني قصة التشنجات المهبلية بقى اللي هي بتبقى عيانة بقى، بتبقى عادة ذروة الأزمة لسه النفسية، متزوجة ده ذروة وجايبينها الأزمة بعد النفسية، أسبوع هو مش قادر أصلا يعني يدخل عليها، مش قادر يعمل ديفلوريشن دي أصلا. محتاجة علاج نفسي تتاتا. تطلع على السرير، حاولي بس انت تقربي ناحيتها، بتلاقيها بقت في اخر السرير، قامت وقفت على السرير آخر الشارع بقى بقى ممكن. بالظبط، او بتجري من العياده. ودي فعلا علاجه مش عندنا، يعني انا في مره دي علاج نفسي، عشان اضطر افحص مريضه وديتها لازم دخلتها بنج العمليات بنج بنج كلي، بنج بنج. ولقيت البنت ما فيهاش اي حاجه صراحه، وحطيت، عايز اقول لحضرتك انا حطيت كاسكو فوطه، لا انا حطيت فوطه جوه كمان. المهبل وخرجتها بالفوطه كده، قلت له بص يا ابني البنت ما عندهاش اي مشكله، شافت حجم اللي داخل جواها، محشي جواها قد ايه، وريتها له جدا ده كله داخل جوه، انت مش عارف تخش، دي علاجه مش عندنا، دي علاجها نفسي، علاج دي نفسي. مشكلتها مش عضويه خالص. بيجي لنا برضه هلع كتير في موضوع الوسايل، انا مركبه لولب وبدات اشتكي من الم العلاقه، مثلا خدت الحقنه صح. وبدات بعدها احس بموضوع الوجع ده، مش صح، احنا دايما بنقول اللولب هو المتهم البريء. ستي تيجي دايما ظهري وجعني مش قادره، لا ظهرك وجعك من شغل البيت، اللوب مش بيعمل وجع ظهر خالص. عندي ديسبرونيا او الم في الجماع بسبب اللوب، لا اللوب مش بيعمل كده خالص. هو ممكن لو في التهابات مصاحبه لوجود اللوب هو اللي تعمل الوجع ده، يعني ما يبقاش الست مركبه اللولب بقالها 10 سنين وبصت ما بصتش عليه وتقول لا ده هو ده اللي عامل لي الوجع ده، لا اتكلمي كلام منطقي. او مثلا يكون اللوب في مكانه بالسونار وما فيش التهابات وتقول لا عندي وجع في ظهري، لا ده سببه حاجه تانية، يا اما تعب في الفقرات او شد عضلي بسبب شايله البيبي على ايديها راحه جايه بيه طول اليوم، شغل البيت، المجهود الزياده اللي هي بتعمله، فلا ده حاجه وده حاجه تانية خالص. الحاله الوحيده اللي اللوب يقدر يسبب فيها ألم لو كان مصاحب ليه التهابات، حصل عليه التهابات في حصل الحوض او حصل عليه التهابات التهابات في مثلا. الحوض، بيبقى فيه إفرازات، بيبقى فيه ريحة وحشة، بيبقى فيه حاجات تانية كتير بقى، بنعمل مزرعة، بنعمل مساحات عن طريق التشخيص، وبرضه ما بيحصلش أي مشاكل منه. لكن في ساعات حبوب بعض، مش عشان برضه ما نبقاش نقول إن كل حبوب منع الحمل، بعض أنواع من حبوب منع الحمل بتعمل جفاف في المهبل، تمام، سبب بتقلل مهم جدا. بتقلل الرغبة، بتخلي العملية غير ممتعة بالخالص، بتخلي العملية مؤلمة جدا، فبالتالي مش كل حبوب المنع لازم الحمل فعلا برضه تنفع لكل الناس. طبيب ذكي جدا اللي ياخد باله من القصة دي. بالظبط. للأسف يعني احنا في بقى مننا كتير من الأطباء لا بيسأل على فاميلي هيستوري أو تاريخ المرضي للعيلة، ولا بيسأل على العينة بتاخد علاجات ايه، ولا بتاخدي وسيلة ايه. يعني طب انا كدكتور نسا لو ما سألتش المريضة دي بتاخد وسيلة ايه، يبقى يعني انا اغير بقى تخصصي احسن. يعني ازاي تفوت مني حاجة زي اللي الدكتورة بتقولها كده، ان فعلا في ناس بيبقى مشاكلها هي بس عشان الوسيلة دي. لو اكتشفت فعلا ان هي ربطت بين شكواها وبين الوسيلة هكتشف هو تشخيصها فين، لكن للأسف ما بنعملش كده. في حاجة برضو مش كل الأطباء بتشخصها في موضوع آلام العلاقة الزوجية، وهو تجيلي مريضة ساعات
حاسه وجع مزمن في الحوض، كورونر بيلفيش، الم مع العلاج، ده البيلفيك كونجيشن، ده احتقان في الحوض، ده احتقان في الحوض. الحمد لله بقيت اعرف دلوقتي اجيبهم ان هو العلاقه غير انت كامله. انت بتاخدي وسيله؟ لا ما باخدش. انت بتعملي عزل شرعي؟ تقول لك انا بعمل عزل. علاقه غير مكتمله. مش فاهمين بقى قصه قصه العزل الشرعي، ان هي بعد وقت معين بتبدا السيده تحس بهذا بيلفيك كونجيشن، الوجع الشديد احتقان جدا، احتقان في الحوض، بسبب ان هو ما وصلتش لاخر مرحله من مراحل العلاقه، وهو مرحله القصف. قصف زي ما بيريح الراجل بيبقى مريح وبينهي المراحل العمليه الجنسيه عند الست. لو ما تمتش المرحله دي مره على مره مره على مره بتحصل موضوع الوجع المزمن في الحوض. انا واللي مش جات لي كله عيانه جايه من بره، الدكتور قال لها هعمل لك منظار. طب يا ستي هتعملي منظار ليه؟ عملنا كل الفحوصات، بتقولي الفحوصات كلها سليمه والدكتور هيعمل لي منظار عشان يكتشف سبب الوجع ايه. لا لكن احنا لو فكر بالتشخيص بس. بقى قعدنا واحده واحده معاها، طلعت فعلا القصه في الاخر بيلفيك كونجيشن. خدنا شويه ادويه وغيرنا الوسيله والحمد لله الدنيا بالظبط، اتظبطت. الدنيا اتحلت بسهوله. وكانت جايه تعمل منظار، سبحان الله، كانت جايه معين. تعمل منظار عشان حاجه ملهاش علاقه باللي عندها خالص. تمام لازم الحمد لله بقت لازم كويسه. فعلا نبقى يعني على طول ذهننا مشدود ناحيه الحاجات دي، رغم ان هي مش مشهوره، بس يعني في مجتمعنا كتير ناس ماشيه بيها. يعني في ناس ماشيه بقصه العزل الشرعي، اعتقاداتها الدينيه بقى، ده اعتقادات شخصيه، اعتقادات تعليميه، بس ناس ماشيه كده. وللاسف برضه الناس دي لما بتروح عند اطباء معينين ما بيوصلوش لحل معاهم، لان هو مش واخد باله من القصه بتاعتها. نورتينا النهارده، ميرسي انا مبسوط جدا ميرسي الحوار الشيق ده، والموضوع ليه بقيه اكيد، واكيد ان هتنورينا شاء تاني. الله ان شاء الله. اللي انا عايز اقوله، انت من حقك تتكلمي، من حقك تقولي انا عايزه كذا، مش عيب. يعني لما الاقي حد، انا كان عندي مريضه اول امبارح بتقول لي انا متجوزه بقالي 20 سنه بس انا عمري ما اشتكيت، مش قادره اشتكي، حاسه انه في لو اشتكيت هيبقى في مشكله. لا لا ده حقك. في مثل بلدي يقول لك جوزك او زوجك على ما تعوديه، انت من الاول عوديه. النمط في العلاقه ده مش عاجبني، نمط القلب ده مش عاجبني، انا مش حاسه، انا بتوجع، لازم تشتكي. لو ما اشتكيتيش في الاول صدقيني بعد كده هتحملي وتولدي، وخلاص سنين هتجيب سنين، وانت الموضوع هيبقى بالنسبه لك زي الواجب المنزلي، بتتوجعي وهو مش فارق معاه، مش حاسه هو مش فارق معاه، مش مستمتعه مش فارق معاه، هو اهم حاجه ياخد اللي هو عايزه وخلاص. بالعكس، هو لو حس ان في مشكله بسيطه جدا، حاجه مش عاجباه، افرازات مثلا يعني نازله كده لها اي ريحه او بدون، الدنيا بتقوم ما بتقعدش، ما بيسكتش. انت الارقى، انت الافضل، لازم تتكلمي، من حقك تتكلمي. لو سكتي يبقى انت اللي بتتنازلي عن حقك. خلص الموضوع بتاع النهارده، بس ما خلصش الكلام فيه اكيد. على وعد مننا ان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه، موضوع شيق جديد مع ضيف جديد. نورتونا برنامج انت الطبيبه، شكرا.